مناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأزبات رواه جماعة. قال حدثنا الليث، الليث هو الليث بن سعد مفخرة المصريين من ثقات الأزبات من أساطين المحدثين، محدثا فقيها جوادا كريما. عن عقيل وعقيل بن خالد من ثقات الأزبات رواه جماعة. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن حمزة بن عبد الله بن عمر، حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، نعم، ذكر ابن حبان في طبقات الثقات، في طبقات 70 من كتاب الثقات، وقال العجلي مدني تابعيون ثقة، وسالم أجل منه وأثبت. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أتيت بقدح من لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا دلالة واضحة جدا على فضل عمر بن الخطاب أن يأخذ فضلة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا حديث قال المصنف، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث عظيم يبين لنا منقبة من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤول اللبن بالسنة وبالفطرة وبالعلم، يعني جاءت أدلة وأثار تثبت أن اللبن فطرة، بل وجاءت بالسنة وأيضا القرآن، كما ورد في البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللبن في المنام فطرة. وفي الطبراني من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة. وقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين قدح الخمر واللبن أخذ قدح اللبن، فقال له جبريل: هديت إلى الفطرة، هديت إلى الفطرة. وقد قال بعض العلماء في أنه يعني اللبن المخصوص بالعلم يخالف اللبن المخصوص أيضا الخصب والغوث وأيضا الرزق. قد قال بعض العلماء بأن اللبن الذي يكون فيه الحل والعلم والحكمة هو لبن الإبل، يعني اللبن الذي يرى في المنام ويكون تأويله العلم هو لبن الإبل، ولبن البقر خصب السنة. لبن البقر هو تؤول للسنة، وتؤول أيضا بخصب نبات الزرع عاما وبالفطرة وبالحلال أيضا. ولبن الشات يكون فيه السعادة والسرور وصحة الجسم، لكن هذه يعني كلها كما قلنا خرس وتخمين لبعض العلماء في هذا الباب في التفريق. قال: ولبن الوحشي هو شك في الدين، وألبان السباع فيها ما فيها من وغر الصدور والعداوة. قالوا: لبن اللبؤة فيه يكون فيه مال لكن مع عداوة. والدينوري أيضا قال في لبن البقر قال: خصب السنة. فالتفريق هذا تفريق إما بالتمرس وإما بما يدل عليه، أما بالسباع فهذا معلوم في هذا الباب. ولعله لما قال عن لبن الشاه فيه السرور والصحة والجسم في هذا الباب على التواضع الذي يكون فيه سياسة الشياه. فالله أعلم، يعني هذا التفريق ما أعلم له دليلا، لكن قد ورد في السنة بأن اللبن فطرة، والعلم يهدي للفطرة، لأن العلم أيضا يضبط الفطرة فلا تتبدل، كما قال الله تعالى: لا تبديل لخلق الله، فطرة الله
التي فطر الناس عليها، لا تبديل خلق الله. فهنا الجهل، الجهل يؤدي إلى تبديل الفطرة، هذا ارتباط العلم بالفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم. وفي رواية البخاري قال: حتى إني لأرى الري يخرج من أظافيري ثم أعطيت عمر. وهذه دلالة واضحة جدا لفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإشارة إليه أنه أعلم الصحابة، هو من أعلم الصحابة، وطبعا هو أعلم منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد في رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن منصور: ثم ناوله فضله عمر قال: ما أولته؟ وظاهر أن السائل عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: وما أولت ذلك يا رسول الله؟ وفي رواية قال لهم: أولوها. فقال الصحابة الذين يجلسون: يا نبي الله، هذا علم أعطاكه الله فملأك منه، ففضلت فضلة فأعطيتها عمر. قال: أصبتم. ويجمع من هذا وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جعلها طرحا عليهم، وأولوها لما أصابوا قال بتأويلها موافقا لتأويلهم. وقد قال بعض العلماء: اللبن رزق يخلق الله طيبا من بين أخباس من دم وفرث. نعم، هو بالضبط كالعلم الذي يخرج من نور الظلمة ومن ظلمة من نور ظلمة الجهل والشبهات، فجعل الأمر مقاربا في ضرب المثل. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على المنقبة العظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيه إشارة أيضا إلى إتقان عمر بن الخطاب للعلم، ولأنه أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ما فيه من الفضل للصحابة الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم رؤيات، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الكبير والمتبع له أن يقص رؤيات على من جلس من الرعية، ففيها زيادة الأنس، وفيها أيضا الألفة بين القلوب، وفيها طرح العلم عليهم، وفيها حظر العقول، وفيها أيضا بيان فضل الفاضل وإظهار الفضل حتى يعلم الناس فضل هذا الفاضل فينزلونه أو فينزلوه منزلته التي يستحقها، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نعم، الفوائد المستنبطة. التعليم بالسؤال والجواب خير الرزق العلم. من تمسك بالوحي فقد نهل من معين النبي صلى الله عليه وسلم.